من بيت لحم إلى وادي النيل، قطعت العائلة المقدسة رحلتها الشاقة التي اجتازت بها ودياناً مهجورة وجبالاً وعرة وصحار قاحلة. الرحلة التي استمرت قرابة 3.5 سنوات في مصر، تركت فيها العائلة مزارات دينية عديدة، والتي باركها السيد المسيح والقديسة العذراء مريم والقديس يوسف النجار، وحولت لكنائس فيما بعد تعد من أقدم الكنائس وأقدسها. بداية من أقصى شمال سيناء حيث رفح والعريش، مرورا بمدينة بيخا إيسوس والتي تعرف حاليا باسم سخا وهي جزء من مدينة كفر الشيخ، وصولا إلى جبل أسيوط آخر محطات العائلة المقدسة في رحلتها داخل الأراضي المصرية. احتلت مدينة سخا مركزا مميزا في التاريخ القديم، فكانت تسمى في العصر الفرعوني خاست وحسبوت وسخيوت، والاسم الروماني اليوناني أكسويس والقبطي سخوي ومعناه مطر. في التقسيم الإداري كانت سخا عاصمة المقاطعة السادسة للوجه البحري في مصر الفرعونية، كما كانت عاصمة مصر في عهد الأسرة الرابعة عشر لمدة 184 عاماً، وحكمها 76 ملكاً. وقد احتلت مدينة سخا مركزاً مميزاً أيضاً في التاريخ الديني المسيحي منذ بزوغ فجر المسيحية على العالم، وذلك بسبب مجيء العائلة المقدسة مصر من فلسطين هرباً من وجه هيرودس الملك الذي أمر بقتل الأطفال. وفي مسيرتها المقدسة عبرت فرع النيل من تل بسطة بالشرقية إلى الجهة الغربية حيث سخا، وأقامت بها قرابة الأسبوع. وقد شاء السيد المسيح أن يترك فيها أثراً بأن وضع قدمه المقدسة على حجر، فظهر أثر قدمه وطبع على الحجر، فسمي المكان كعب يسوع بيخا إيسوس، ومكتوب على الوجه الآخر منه بالخط الكوفي الله واحد، حتى كل من يرى لفظ الجلالة لا يعتبر الحجر كوثن بل يحافظ عليه. وهذا الحجر موجود بالكنيسة بسخا إلى يومنا هذا. وقد بنيت الكنيسة في نفس المكان الذي أقامت به العائلة المقدسة، ومؤخراً أعلنت وزارة السياحة انتهاءها من اعتماد مسار العائلة المقدسة من الفاتيكان ليبدأ برنامج الحج الديني المسيحي إلى مصر، والذي يتكون من 25 أثراً. كما تم تطوير مسار العائلة المقدسة ليليق بقيمة الموقع وتاريخه المقدس، إضافة لاستقبال السياح والحجاج المسيحيين من كل أنحاء العالم.